اطلع وكيل محافظة صنعاء يحيى محسن جمعان على سير العملية التعليمية في مديرية بني مطر بصنعاء، وأشاد جمعان بصمود المعلمين والطلاب والطالبات وإصرارهم على مواصلة المسيرة التعليمية، مؤكدا حرص قيادة المحافظة على استمرار التعليم واستعدادها لتذليل أي صعوبات قد تواجهها والتي تقف حائلا أمام العملية التعليمية. إلى ذلك شارك الوكيل جمعان في الوقفة التي نظمتها الطالبات ومعلمات مدرسة سبأ للبنات في بني مطر للتنديد باستمرار العدوان، وأكدت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان وما خلفه من أوضاع صعبة.